هلا السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من بيبلز بلاي جراوند. حلقة اليوم طبعا رجعنا فيها مرة تانية بمود دراغون بول، وبالحلقة الماضية من دراغون بول زي كنا عم نحاول نلاقي اقوى شخصية موجودة باللعبة، وجوكو دريب كان تقريبا اقوى شخصية لاخر ثانية من الحلقة، واللي رسما فيها هذا زلمة عنده خاصية جديدة وخاصية فريدة من نوعها. بما انه هو بالانمي شغلته بس يمسح اكوان، فكلنا توقعنا انه الزلمة حيكون قوي، بس الصراحة اللي ما توقعته انه يحسن يقتل جوكو دريب، وهاشي اللي اتوقع صار للمرة الثانية. هات لحتى نجرب الخاصية تبعيته واضرب ضربتك. يب المشكلة بيطفي الضوء، بيمسح الدنيا كلها. شوف حتى هذا التلج نسيته موجود، يعني كل شيء مسح رسميا، كل شيء مسح، حتى اضوية بالماب ما تم. بس يعني هلا لو بحط شخصية هتم رسمنا، حيكون وضعها طبيعي، شخصية موجودة. وهاي ويس، ما اتوقع انه جربنا استاذ ويس. ويس ما في عنده اي شيء جديد صح؟ نوب ما عنده اي شيء، بس عنده السوبر بانش. كيف؟ المفروض يكون البني ادم عبارة عن الترا انستينك. طب الزينو جاردز اللي هن هدول الكبار سوبر بانش وبس. ويل هات لحتى لي اخليه يشغل السوبر بانش معناته ويضرب ويس. هل حيحسن يقتل ويس؟ لا، او ويس ما بعرف شو اسمه الصراحه. هالزلمه صراحه سوى له دامج، يعني وجهه مسح. وجهه ويس رسميا مسح، بس نسيته عايش. ورجعوا هيلوا كل شيء مره ثانيه، واتوقع اني حاليا جربت كل الشخصيات بدراغون بول او كل الشخصيات القويه. جوكو دريب تقريبا اقوى واحد، بس لسه ما جربت شغله محدده واللي هي الدامج على زينو. هل زينو بيحسن يتحمل الضربات ولا لا؟ هذا الشيء اللي لازم نجربه هلا. صراحه الماب صار شكله كثير حلو، صار شكله كانه ثلج، ولازم اجرب كمان قوه هدول، هل حيتحملوا الضربات من جوكو دريب ولا لا. شغل الكاميهاميها، شغل السوبر بانش. السوبر بانش حتقتل ويس ولا لا؟ شت، للمره الثانيه لا، ما مات ويس. على الاغلب ما حتحسن تعيش من هاي. اضرب. لا ابدا. نقص بالنص. او متى في غير راس هلا كمان على احلى. او حتى الجارد مات. ديم بس في واحد من بيناتهم نسيته عايش، في واحد من بيناتهم طار وراح لبعيد، هو زينو. بدي اشوف لو هالزلمه قوي ولا لا. فلنقول البوكس ما حيقتله البوكس. حلو كتير. السوبر بانش تقريبا ما قتلت اي حدا بنوب. تعالوا جوكو. كمان كنت حتوقع انه زينو بس يضرب البوكس تبعه. استنى هات لحتى لي اخلي زينو يتحرك. استنى شوي. اوي وقف نفس الناس، انه بس يضرب البوكس تبعه حيصير ايريس كمان، وهالشي ما عم يصير. يلا عم يحسن يحرك. وين راح دريب؟ دريب تعال هون. شت ضرب الليت. وين بهاي الحاله ما في غير كاميهاميها، هو الشيء الوحيد اللي ممكن اجربه عليك واللي اتوقع انه حيقتلك. شوف السوبر بانش اوريدي بيسوي عليه افكت محترم، بس ما بيسوي عليه شت، ما بيسوي عليه دامج. بس الكاميهاميها ما سوى الدامج. لا تستهبل، بيحسن يعيش منها. زينو طلع اقوى من جوكو دريب. لا مستحيل. صراحه توقعت الكاميهاميها تسوي له دامج. استنى جوكو دريب تقتل جوكو دريب؟ نوب ما بيحسن يقتل حاله. اوكي حلو كتير. فيعني هلا لو جبت اثنين ما حيسوي له اكتيفيت. هلا اثنين عم بضربوا بزينو، لسه الاتش بي كمان 100%. تستهبل. اوكي هذا اللي ما بنحس نسوي له دامج ابدا من هالمود، تقريبا ما بنحس نسوي له دامج. استنى شوي بس، عندي هلا سؤال. لو جبت زينو ضد زينو، بما انه جوكو ما بيحسن ياثر على جوكو من قوه دامجه، فهلا زينو المفروض ما ياثر على زينو من قوه دامجه صح؟ فلو بحط زينو هون نص هاي المعركه بشغل له الايريس وبقول له تفضل سويها يا ولد، سويها، اسمع مني سويها، سوي ضربه. هذا هو سواها. شت اختفى الدنيا مرة ثانية. استنى شوي بس، هلا بهاي الحالة معناته زينو حسن يقتل زينو. يعني بهاي الحالة ما في حدا بيحسن يقتل زينو غير زينو نفسه. بس لسه في بني ادم ثاني اجا تحديث بسيط، وابديت بسيط ما هو موجود من هذا العالم، موجود من عالم ثاني واللي هو لوفي الجير الخامس. شيت وين صار؟ تعال هون. اوكي هذا هو رسمه نفس البشر. بس لوفي الجير الخامس اتوقع اجا بس تحديث بسيط على شعره ولا على شكله. ما عندي اي فكره اذا جاء تحديث على طاقاته. شو صار كل ما امسكه بيتحول بيصير له شغله، بس امسك الزلمه عم يصير له شيء. اي ضرب الهاكي ما صار اي شيء لزينو. نقول لو ضرب الضربه اللي بايده اللي هي هاي الضربه، نوب ما حيساوي اي شيء لزينو كمان. هاي ضربه الجير الخامس حول ايده. شيت الزلمه مات. استنى جيب الجير اللي اقل منه. نفس الشيء، ليش عم يموت؟ شو عم يصير؟ في شغله عم تصير، عم يموتوا. استنى شيل زينو. اوكي اتوقع انه في شغله غلط، رسميا في شغله غلط خيبه. لو بجيب شخصيه من مود دراغون بول
ما في اي مشكلة ابدا. هذا شيء غريب. طب لو بجيب شخصية عادية لنقول شخصية ما عندها قدرات. اوه شيت ما بيصير في نفس الشيء. وضع عادي لسهته تقريبا عادي. معناتها هات لحتى اللي نرجع خطوة واحدة لورا قبل ما نكمل ونروح على الخطوة اللي بعدها. لسيتني حاب اجرب شغلة تانية. خلي لي ايدك عايشة. لا اعطيني ايدك خليها عايشة بالله عليك. لو ضربت ضربتك شو حيصير؟ سوى شغلة لزنه بس ما قتله. قاعد دايما وهي سنة قتل هالزلمة. ويلت شال ثلاثة معاه. اوه ماتوا الاثنين. ماتوا الاثنين بس زنه لسيته عايش. نفسي الصراحة افهم شو اللي عم يصير مع مود ون بيس بس ما بعرف. بس في شخصية تانية لسه بنحسن نجرب عليها. سايتاما. سايتاما ضد زنه. او قبل ما نروح على سايتاما ضد زينو هاي اذا سايتاما حيحسن يتأهل على زينو. جوكو دريب لازم اجرب هدول الاثنين مع بعض. جوكو دريب اللي هو اقوى ترانسفورميشن لجوكو ضد سايتاما اللي مصدي. نقول ضربة سايتاما بالبداية حتحسن تحرك مشاعره لجوكو. والله حركت ابو شكل مشاعره. جوكو اختفى. بس هذا هو جوكو لسيته عايش وبدون اي مشاكل غير اني كسرت له رابطه. انا قاعد بحاول اوصل لهون بس هات لحتى نجرب الموضوع مره ثانيه. هاي المره حسوي فريز لكوكو مشان ما يطير. اضرب. ما سوى له اي شيء بنوب. طب حطه بنص وجهه واضرب. اوه ما اتوقع ان ابدا عم يصير اي شيء لكوكو غير انه بس عم يدفش لورا. بعرف انك حاليا من بنش مان والمفروض ان البوكس تبعك يكون كتير قوي بس اتوقع انه ما حيساوي اي شيء لجوكو. ما عدا لما تدعس على رجله بس ما بيحسن يقتل جوكو. اتوقع ان كلنا واضحين على هالموضوع. فهلا بنقول لجوكو يقتل سايتاما. لنقول اول شيء سوبر بانش. او خيبه ما عم يحسن يسوي له اي شيء بنوب. فوت ايده بطلعها من الطرف الثاني وسايتاما لسيده 10 على 10. استنى هاي شو. اوه هالبوكس. اوه ديب والله رماه بعيد لسايتاما. ما سوى له هذاك الدامج بس لسه رماه. استنى لو بجيب لك جيرن. جيرن نفس الشيء حيحسن. اضرب جيرن. جيرن حاليا صار موصول بسايتاما. بحاول اضربه بس وصل بسايتاما الزلمه. جرن اضرب البوكس. هذا عم اضرب البوكس بس عم اضرب جوكو هيك. عم اضرب راس جوكو. اتوقع انه سايتاما حيموت والله اعلم. بس سايتاما ودي على صلعتك. اضرب. اوه خيب والله ما تحرك مكانه. قاعد ديب بس كيف؟ ما بيموت منها. واحد تاني ما بيموت منها. استنى لو بجيب لك جوكو الترا انستك من المود التالي هذا كمان ما بيسوي له اي شيء بنوم. حتى جوكو اللي وراه اتوقع ما بيسوي له اي شيء. الشيء الحلو بهالجوكو انه كمان ضاوي. يعني بتحسن نشوفها بالعتمه. والله شغله حلوه صراحه. بس مع السلامه. ويل اتوقع بهاي الحاله استاذ سايتاما تاهل. تاهل لاخر واحد واللي على الاغلب حيحسن يقتل الكل. اتوقع انه حيحسن يقتل الكل. فمشان هيك حاب اني اجرب بني ادم ثاني من هذول البشر واللي هو كايدو. اتمنى انه بس ما لا تضرب الدنيا كلها. هو الزلمه ما حيموت بس شو قصة الشخصيات من مود دراغون بول؟ لاحط كايدو معاهم بالمجموعة بس هيك بس مشان التجربة. ايوه هذا واقف مكانه ما عم يتحرك. شغلها ومسحت الدنيا مرة ثانية. ومصيبته انه هو الوحيد اللي بيحسن يقتل حاله. كمان شغل البلاك هول. ها هي اشتغلت. يس كايدو انسحب. ليش كايدو انسحب؟ كايدو ودى بس هذا الزلمه اللي سيته البلاك هول ما عم يموت. كيف؟ هدول الشخصيتين لازم يكونوا موجودين. لازم يكونوا موجودين. اشبك هون اشبك هون. كمان شغل بلاك هول. شغل قبل ما اكمل بس بدي اشغل لك الاريس لانه حاب اني اجرب شغله ثانيه. شغل بلاك هول معلم. هاي اشتغلت. جوكو كمان ما بيموت. لو شغل اريس بسرعه بسرعه. شغل الاريس. شغل ابو شكلها بالله عليك. ومسحه بس ما مسحت البلاك هول. البلاك هول لسيته موجوده. عم تشفط الضوء اللي ما هو موجود اصلا. شو عم تشفط هاي؟ يعني حتى البلاك هول ما بتحسن تشفط جوكو ولا بتحسن تشفط زينو. بس زينو بس يشغل خاصيته بيحسن يمسح حاله ويمسح جوكو كمان. سنة اذا زينو بيحسن يمسح مجرات وبيحسن يمسح حاله شو الزلم اللي اقوى من حاله؟ انا حفوت بالحيط. تجارب اليوم كان اغرب منها ما في. هذا الزلم طبعا مجرد شعر. حتى لو بشغله الكاميهاميها ما حيصير يسوي اي شيء لاستاذ زينو. نوب ابدا ما حيساوي له اي شيء. مود ون بيس صراحه توقعت انه هالزلم يكون اقوى من هيك او يكون اصلا عايش الصراحه بس بالحالتين ما حسن يسوي اي شيء لزيرو. طب لو جبت كايدو كمان كايدو حيصير في شيء. اوه والله ديم. كايدو تعال لهون. اوه شيت حتى كايدو عم يتصفع.
شو عم يصير عليهم؟ هاي هو عم يضرب ضربته، ضربته ما حتساوي اي شيء بنوب، او الصراحة ما اتوقع انها تساوي شيء، بس على العموم حتى سايتاما ما حسن يعيش من زنو، ما في اي شغلة حسنة تتعيش بالحالتين، ما عدا البلاك هول، البلاك هول هو الشيء الوحيد اللي عاش من زنو، بس هذا كان كل شيء لهاي الحلقة، اتمنى ان عجبكم الفيديو، اتمنى ان استمتعتوا فيه، استاذ كايدو حيتخبط بكل مكان، واكتبوا لي تحت بالتعليقات شو اللي حابين تشوفوه. هذا كان كل شيء، اللهم صل وسلم على محمد، وصياما متقبلا وافطارا شهيا، ومع السلامة.